شهدت مدينة العلمين الجديدة انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الأول الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة، والذي نظمته كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية على مدار يومين. المزيد نتابعه إياكم مع الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. نحييكم مشاهدينا الكرام من هنا من مدينة العلمين الجديدة وانعقاد هذا المؤتمر الدولي العلمي الأول لقطاع السياحة والذي تنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية. هذا المؤتمر مقام هنا في مدينة العلمين الجديدة تحت عنوان الابتكار في صناعة السياحة في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة. يشارك فيه نخبة كبيرة من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين بقطاع السياحة وأكاديميين أيضا من عدة دول ومن عدة جامعات دولية وعالمية. يقام في هذا المؤتمر العديد من المناقشات حول تطوير قطاع السياحة، ويقدم فيه أيضا عشرات الأبحاث التي تخص قطاع السياحة والضيافة، وهو أيضا يرتكز على 6 محاور. من بين هذه المحاور التي يناقشها المؤتمر على مدار يومين: محور الذكاء الاصطناعي في السياحة والضيافة والإرشاد السياحي، وكيف يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع السياحة. هذا بالإضافة إلى محور آخر عن ريادة الأعمال والابتكار في صناعة السياحة والضيافة، ومحور الاتجاهات الحديثة في إدارة موارد السياحة والضيافة أيضا، ومحاور أخرى أيضا يتناولها هذا المؤتمر ومجموعة من الأبحاث مقدمة على مدار يومين، منها القضايا الحديثة في استراتيجيات التسويق السياحي والفندقي، بالإضافة إلى الابتكار في دراسات التراث والمتاحف. وإليكم زملائي في الاستوديو مرة أخرى.